اللهم ربنا يا من له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقدر ولا يقدر عليه، ويحيط ولا يحاط به، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. الرحمن على العرش استوى، يعلم ما في الأرض وما في السماء، لا يعزب عنه شيء ولا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا إله إلا هو تفرد بالملك والألوهية، تفرد بالخلق والأمر، لا إله إلا هو يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء. اللهم يا ذا الجلال يا ذا الجمال يا ذا الكمال يا ذا العظمة، يا حليم يا كريم يا رحيم يا قريب يا بصير يا علي يا كبير، يا من له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى، يا من أغنى وأقنى، يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى والمؤتفكة أهوى، جل جلالك تبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك، لا نحصي ثناء عليك، يا من فلق الحبة وبرأ النسمة، يا فالق الإصباح، يا من جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار، سبحانك تنزل إلى سمائك الدنيا فتجيب السائلين وتعطي الطالبين وتتقبل التائبين وترضى عن الذين يدعونك، سبحانك وقفنا ببابك، أتيناك بفقرنا وجئناك بذلنا وقصدناك بمسكنتنا، نحن الفقراء إليك وأنت الغني عنا، نحن المضطرون إليك مضطرون إلى رحمتك مضطرون إلى عفوك مضطرون إلى إحسانك، أتيناك بذلنا أتيناك بنسائنا وأطفالنا ومسكنتنا وإطراقنا، نرجو نوالك نطمع في رحمتك نرغب فيما عندك، وأنت أهل لأن ترحم العصاة وأن تتقبل التائبين وأن تغفر للمذنبين وأن تغمرهم بإحسانك ولطفك وجودك، كيف وأنت من وفقنا للقيام وأعاننا على الصيام وحملنا على الدعاء، لطيف بنا خبير، كريم بنا كريم، رحيم بنا رحيم، نعمتك علينا سابغة ويدك علينا عليا، جل جلالك جل جلالك
اللهم أخبرتنا أنك لا ترد السائلين فصدقنا وآمنا وطمعنا ورغبنا، أتيناك قاصدين وجئناك داعين، فاقبل معذرتنا وأقل عثرتنا واغفر زلتنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا فمن ذا الذي يغفر لنا ومن ذا الذي يتقبلنا، آمنا أنه لا إله غيرك فقصدناك ولا رب لنا سواك ففررنا إليك، لذنا بك عذنا بك هربنا إليك، يا ملجأ اللاجئين وأمان الخائفين وأمان الخائفين وأمان الخائفين ومأوى التائبين ومقصد المقبلين، يا رب العالمين أنت الكبير المتعال، وسعت رحمتك كل شيء، كتبت الرحمة على نفسك، لا أرحم منك في الوجود لا أبر منك في الكون، أنت أرحم الراحمين وأرأف الرائفين وأجود الأجودين ورب العالمين، وسعت رحمتك كل شيء، سبقت رحمتك غضبك، غلبت رحمتك غضبك، عفو تحب العفو، كريم تحب الكرم، لطيف تحب اللطف، العفو أحب إليك من المؤاخذة، رغبتنا فيما عندك فرغبنا، وطمعتنا في رحمتك فطمعنا، آمنا بموعودك صدقنا كلامك، يا رب يا رب يا رب، عفو تحب العفو فاعف عنا، عفو تحب العفو فاعف عنا، عفو تحب العفو فاعف عنا، اقبل صيامنا اقبل صيامنا واقبل قيامنا، وأجب دعاءنا وأجب دعاءنا وأعظم جائزتنا، يا رب نسألك أن تجعلنا من الداخلين من باب الريان، من الذين قبلت صيامهم، من الذين ضاعفت مثوبتهم، من الذين أجبت دعوتهم، من الذين فككت رقبتهم وأعتقت رقابهم وقبلت معذرتهم وسترت عورتهم وأمنت روعتهم وبيضت صحيفتهم ويمنت كتابهم ورفعت درجتهم، يا رب يا رب يا رب، سألناك ملحين ودعوناك مضطرين ولجأنا إليك مخبتين منيبين، يا من لا تختلط عليه الأصوات، يا من لا تختلف عنده اللغات، يا من لا تشغله الحاجات، سميع بصير عليم خبير، جل جلالك جل جلالك، اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم بالمحامد التي تفتحها على نبيك في سجدة العرش، اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأنت الله وأنت الله يا الله يا الله، اللهم أعتق في هذه الساعة رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا، اللهم أعتق رقابنا يا رب يا رب يا رب، أعتق رقابنا أعتق رقابنا، حرم على النار أجسادنا، حرم على النار شحومنا وأبشارنا وأعصابنا، حرم على النار أمهاتنا وآباءنا، يا الله
يا الله اكتب أماننا من النار فلا تمسنا أبدا، اكتب أماننا من النار فلا تقربنا أبدا، اللهم زحزحنا عن النار وأدخلنا الجنة، إنه من تزحزح عن النار وتدخله الجنة فقد فاز، اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا من الآمنين، واجعلنا من المطمئنين، واجعلنا من المرضيين، من حزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلهنا 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 يا ملاذنا يا رجاءنا يا مولانا، آباءنا وأمهاتنا فابدأ بهم وأعتق رقابهم من النار، اللهم اعتق رقابهم من النار، ارحمهم كما رحمونا، آثرهم كما آثرونا، أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، اللهم ابدأ بهم فاعتق رقابهم من النار، اللهم ابدأ بهم فاعتق رقابهم من النار، اللهم أحسن إليهم، اللهم عافهم، اللهم اعف عنهم، اللهم ارفع درجاتهم واشرح صدورهم وأقر أعينهم وأهنئ معيشتهم وأهنئ معيشتهم وارفع درجتهم وأمن فزعهم، اللهم أكرمهم، اللهم ارفعهم، اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم ارفعهم في الجنة درجات، يا الله يا الله يا الله، ارزقنا برهم وأسعدنا بطاعتهم واحملنا على برهم، اللهم أعنا على طاعتهم، اللهم أسعدنا ببرهم، اللهم متعنا بدعوتهم، متعنا بدعوتهم، متعنا بدعوتهم، متعنا بدعوتهم، متعنا بدعوتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين، اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا الميتين، اغفر لهم وارحمهم، اللهم آنس وحشتهم وسد خلتهم وأمن فزعهم، اللهم انقلهم إلى رياض الجنان، اللهم انقلهم إلى رياض الجنان، اجعل قبورهم رياضا من الجنان، اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة حتى يأتيهم من روحها وريحانها، اللهم أرهم مقاعدهم من الجنة حتى تقر أعينهم وتهدأ أنفسهم، اللهم تلقهم بروح وريحان وأنت راض غير غضبان، إلهنا يا سيدنا يا رجاءنا يا مولانا يا سؤلنا يا معتمدنا، اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه،